جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما تكون لنا حاجة فإننا نقرأ سورة ياسين وندعو عملا بالحديث ياسين لما قرأت له، فهل هذا صحيح؟ وما صحة الحديث قلب القرآن ياسين فاقرأوها على موتاكم؟ الحديث الذي فيه أنها تقرأ للحاجة هذا لا أصل له، وأما أنها تقرأ عند المحتضر فهذا ورد فيه حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، لكن الحديث فيه مقال وفي صحته خلاف بين أهل العلم، فمن قرأها عند المحتضر فلا بأس، ومن تركها فلا بأس، وأما قراءتها بعد الموت أو عند الجنائز أو في المقبرة فهذا لا أصل له ولا دليل عليه، ويعتبر من البدع. نعم.